المسألة اللي كان أكدوا عليها واللي احنا كتربويين كان حاولوا باش نوصلوها للتلاميذ هو أن أحسن علاج هو الوقاية. وهذا المرض هذا الحدود الساعة الوقاية هي المدخل الأساسي والوحيد من أجل محاربته. الحمد لله بلادنا الحدود الساعة وضعها لا يدعو إلى القلق، الأمور عادية مستقرة جدا، ولكن هذا ما تمنعش أننا نسلحوا الوليدات ديالنا والأطر التربوية بطبيعة الحال العاملة داخل المؤسسات بالوسائل اللي غادي تضمن الصحة ديالهم والسلامة ديالهم من خلال توعيتهم بضرورة وأهمية غسل اليدين بشكل يعني جيد وسليم. وفي هذا الصدد تم تقديم لهم كيفية غسل اليدين بالصابون بطبيعة الحال، الصابون اللي المديرية سهرت على اقتنائه وتوزيعه على جميع المؤسسات التعليمية العمومية، وبدأت العملية. المؤسسة لها كل صلاحية من أجل استدعاء الأخصائيين في المجال الصحي كيف ما شهدتوا معنا اليوم في هذه المؤسسة. قامت طبيبة من المركز الصحي المجاور للمؤسسة بتقديم عرض حول يعني التعريف بهذا المرض ثم وسائل الوقاية منه والتدابير لازم اتخاذها سواء داخل المؤسسة أو داخل البيت من أجل الوقاية. المؤسسة التعليمية لماذا؟ المؤسسة التعليمية كيف ما كتعرفوا بأن أكثر من 6 ملايين من الأطفال يتواجدون بالوسط المدرسي، إذا إلا قدرنا نوصلوا الخطاب الصحيح لهذه الفئة من الأطفال بهذا العدد راه كونوا على يقين أننا غنوصلوا لجميع البيوت المغاربة وغنوصلوا الخطاب الصحيح وليس الخطابات المشوشة والكاذبة التي نسمعها في واحد مجموعة ديال وسائل التواصل. إذا المؤسسة تعيد الاعتبار التواصل الصحيح والمعلومة الصحيحة من أجل وقاية أحسن ومن أجل ضمان سلامة وأمن بلدنا العزيز. المديريه الاقليميه بمعمله مقاطعه الحي الحسني كانت سباقه في هذه الحملات التحسيسيه على صعيد جهاز الدار البيضاء سطات، بحيث ان السيد المدير الاقليمي كان دار واحد اللقاء مع جميع المديرين ديال المؤسسات التعليميه العموميه سواء بالنسبه للسلك ابتدائي او اعدادي او ثانوي، وبلغنا بالمستجدات حول هذا الوباء وكيفيه وكيفاش ناخذوا جميع الاحتياطات باش ما يصيبش الوليدات سواء الاطفال او الكبار هذا الوباء هذا. وبدورنا من رجعنا من الاجتماعات اللي درنا مع السيد المدير الاقليمي جينا للمؤسسه وبلغنا جميع هذه النصائح اللي عطانا السيد المدير الاقليمي للاساتذه واللي بدورهم حتى هما داروا حملات تحسيسيه في اوساط التلاميذ، ودائما في اطار هذه الحملات التحسيسيه استدعينا الدكتوره سعاد الناضي تابعه للمستوصف اللي كيتواجد فيه المؤسسه التراب ديال عمله مقاطعه الحي الحسني، وكيف لاحظتوا انها جات لبات الدعوه والان كنديروا حملات تحسيسيه للتلاميذ كيفاش الاعراض ديال هذا الوباء خصهم يعرفوها وطرق الوقايه منه. كنعطيوهم بعض التعليمات لهاد الاطفال الصغار، طريقه كيفاش يتعامل مع الى صادف شي انسان مصاب بهذا، كيستعمل المسافه المسموح بها اللي هي تقريبا متر، استعمال الكم الاعلى في حاله عدم توفر ديال الواقي او المناديل. كنركزوا بالدرجه الاولى بالنسبه لهذه الفئه الصغرى على الغسل ديال اليدين بكثره بالماء والصابون، وطريقه كيفاش كيغسلوا بين الاصابع وتحت الاظافر الى غير ذلك، وتجنب باش يحملوا شي بعض الحيوانات بحال القطط الى غير ذلك.